اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. بعد نهايه مباراه القمه 117 يبقى الوضع كما هو عليه، تعادل سلبي ما بين الفريقين، ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك، في مباراه هنتكلم عنها دلوقتي انا ونجومنا الكبار اللي موجودين معانا، كابتن زكريا ناصف، الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن تامر بدوي. هنتكلم عن المباراه وماذا حدث في هذه المباراه، ولكن في النهاية تعادل سلبي يبقي الوضع كما هو عليه. كابتن زكريا، شفت المباراة ازاي؟ طبعا النتيجة مش أحسن حاجة للأهلي، لكن التعادل مقبول، إنك لسه بتكمل ورا نادي الزمالك ولسه في ماتشات جاية، فإذا الدوري مستمر والمنافسة مستمرة. قبل الماتش اتكلمنا في طرق لعب وتشكيل وتكليفات وتعليمات، لكن كان في أسباب ما أدتش لكل اللي احنا اتكلمنا فيه إنه يحصل. طبعا نمره واحد بسبب الارض، لان الارض عامل مهم قوي لما بتيجي تتكلم على بناء هجمه، يعني بتتكلم على تمرير، بتتكلم على تحركات، يعني المفروض ان اللعيبه بتلعب برتم معين، الرتم ده مش موجود، وبالتالي الجيم فقد جزء كبير قوي من الجانب الخططي اللي المفروض نشوفه. الجزء المهاري نفس الكلام، ان كل واحد عنده قدرات خاصه مش قادر يطلعها، واللي بيتميز بيه اي لعيب مش قادر يطلع ده. السيناريو اللي توقعناه بالماتش ان اول ربع ساعه دايما الاهلي هو اللي وده فعلا حصل، ضغط من لعيب الاهلي، استخلاص، محاولات على المرمى، مش هقدر اقول فرص، يعني كره بالهيد لمروان راحت بره، اجايه في الدقيقه 5 الاهلي ضغط ناحيه اليمين ولعبها بالعرض، اجايه المفروض يشوط شاط بتكنيك وحش قوي، برضو نقدر نقول الملعب سبب من الاسباب. وبعدين الزمالك بدا يخش في الجيم ان هو بدا يبادل تسديدات بس بره الجول، يعني مفيش فرص حقيقيه تقدر تقول عليها في الشوط الاولاني تشم ريحه جول، غير اخر دقيقه كره ناصر ماهر اللي هي بالهيد. ودي انا واحنا قاعدين انا قلت عنده فرصه يحطها على صدره ويجيب جول. هو مستعجل، هنا النادي الاهلي ضغط، هو هنا دي كره اجيه اللي انا قلت عليها تسديده دي في اول 5 دقائق. الاهلي كان متحكم في التمرير، متحكم في الوصول، لكن الثلث الاخير كانت فيه مشكله، اولا في الزياده العدديه جوه ال 18، ثانيا في خلق فرص حقيقيه تقدر تقول دي فرص، كره بالعرض من هاني، تسديده من السوليه، ما تقدرش تقول فرص محققه غير بتاعه ناصر ماهر، ناصر ماهر وحميد احداد اخر حميد احداد في الشوط الثاني برضو دي الفرصه الحقيقيه. انا بشوف ان قبل احداث كان في انفراد لازارو، يعني هو خد القرار اللي المفروض لو هو بيلعب كتير، وعادل يمكن يعرف المهاجم لو بيلعب كتير ورجليه في هيقرر هو يجيب جول، انما هو علشان بعيد شويه بياخد القرار اللي فيه تردد شويه انه يصنع جول. أيوة. فلعبها بالعرض، انما لو كان راح رغم انها وقفت له بسبب انها سندت في المدافع فكان ممكن يروح يجيب جول. انا مش قادر اقول ان الاهلي احق بالفوز او الزمالك احق، مفيش، لا يمشي تعادل منطقي جدا كسيناريو مباراه. الناحيه الجماليه مش موجوده خالص في المباراه، لان الارض مش مساعده على الاداء الجمالي. المحاولات التغييرات ما اقدرش اقول ان التغييرات عدلت او غيرت او، لانها تغييرات كلها لعيب بلعيب، يعني مروان طلع نزل ازارو، جيرالدو نزل مكان ناصر ماهر، وبعدين نزل صالح جمعه عمل ثرو باس حلو لازارو. انا اعتقد ان الجيم ما فيهوش كلام فني كبير قوي اكتر من ان الزمالك مش عايز يكسب والاهلي عايز يكسب، ده كان السيناريو اللي واضح قصاد الزمالك. 90 دقيقه مش عايز يكسب الماتش بس مش عايز يتغلب، وبالتالي هو راضي بالاداء ده، راضي بالريتم ده، راضي حتى نفسه جروس التغيير الاخير نزل مدافع وطلع بوطاي، يعني عايز كمان يطلع متعادل، وبالتالي الفرص قليله قوي للنادي الاهلي ان هو كان يحقق الفوز. تمام. كابتن عادل، قبل المباراه اتكلمنا عن الضغط من النادي الاهلي وكذا وكذا، وكابتن زكريا قال ان ارض الملعب فرق كتير جدا، ارضيه الملعب يعني، وهطول الامطار بشده طوال المباراه تقريبا، يعني احنا لسه سمير كان جاب لنا صوره طول الوقت الدنيا بتمطر، ولكن هل الدرجه دي فرقت ارضيه الملعب؟ يعني احنا ما شفناش، خلينا نتكلم بصراحه، ما شفناش مباراه حلوه. يعني انا عاوز اقول لك انه كان اسعد ناس بالاجواء دي كان نادي الزمالك، اسعد من النادي الاهلي. الزمالك كان الناحيه الدفاعيه لما تيجي تدافع في ملعب في مطر في هواء
في اجواء غير عاديه، بيبقى لصالح للي بيدافع كويس، يعني ان هو اللي عايز يطلع النتيجه، لان هو عنده فرصتين، هو يعني ازيد من النادي الاهلي ببنتين، فهو عاوز يطلع المباراه درو علشان يفضل الفارق موجود. ولكن اقدر اقول لك ان مباراه يعني لا تليق بمباراه قمه اهلي وزمالك، بغض النظر عن الملعب وبغض النظر عن الامطار، لكن كان في العزم بتاع اللاعبين كان قليل شويه، وانا بقولها وبقول لك يعني الروح القتاليه كمان انا ما شفتهاش قوي من يعني النادي الاهلي بدا بيها، وبعدين يعني عاوز اقول لك تسربت سنه سنه، ودي مش عادتنا يعني. بس حضرتك عارف يا كابتن ان الملعب والمطر والطينه بتاخد من مجهود اللعيبه كتير قوي، يعني انا متخيل، والله انا متخيل ان اكثر المستفيدين بهذه المباراه هم سان داونز وحسنيه اغادير. ليه؟ لان انت لسه هتلعب مباراه الاتحاد، الاهلي يعني هيلعب مباراه الاتحاد، وبعد كده هيلعب سان داونز، ده كل ده في خلال اسبوع، وبالتالي المجهود الكبير اللي بذله لعيبه النادي الاهلي ممكن يكون المجهود الكبير اللي مبذول ده يعني مش فنيا، ولكن لمجرد ان انا الدنيا طينه كتيره جدا وميه كتيره جدا. علشان كده يا كابتن اسلام عايز اقول لك ان التغييرات جت متاخره قوي. انت بتتكلم على اجهاد الملعب، فكان يجب ان انت تغير في وقت مبكر. يعني انا كنت متخيل ان اجي كان هيتغير بين الشوطين، كنت متخيل كده. حتى ناصر ماهر ما كانش في ادائه النهارده مميز خالص، يعني كان ممكن يتغير بدري، كان ممكن تقسم الملعب، طالما انت عارف ان الاجواء صعبه والملعب تقيل فقسم على الدقايق، يعني عندك لعيبه كويس، ودكه النادي الاهلي كانت دكه قويه جدا، كان ممكن يغير. يعني انت نزل من عندك وليد ازارو، وصالح جمعه وجيراردو، وصالح جمعه يعني لعيبه على اعلى مستوى، كان يجب ان هم ياخدوا وقت اكبر كتير، يعني علشان تقسم اللي هو المجهود. وانت عارف ان جروس من الناس اللي ما بيغيرش كتير، يمكن طول الوقت بيغير اتنين لعيبه او واحد بس من اللعيبه من نادي الزمالك، علشان كده بقول لك. لكن مباراه لا تليق، انا شايفها ان كان يجب النادي الاهلي يكسب المباراه دي النهارده بكره ناصر ماهر الوحيده اللي انا اقدر اقول لك، وكره وليد ازارو. وهنا يمكن عايز اشوفها، انا اتكلمت هيجيبها لحضرتك حالا، يعني علشان دي فيها كابتن زكريا اتكلم على الفروت، ده فيها كمان حاجه مهمه قوي، يعني فيها عدم ثقه وليد ازارو. اي حد، اي لعيب فروت، وليد ازارو بالذات كان لازم بيبص على الجون الاول. اولا ما عرفش هو واقف فين، اتحرك ازاي، حتى دي بالعرض يعني عملها بالحاسه وليس انه شايف. الحاجات اللي زي دي لو انت عاوز تعمل حاسه تعملها في الجول وليس في الباص. الباص ما بيتعملش بالحاسه، الباص بيتعمل بالنظر، عشان لو شفناها ولو جبتها والمخرج لو جابها لنا هتلاقيها اهي، يعني بص يعني هي يعني ده يعني عايز اقول لك انه بص يعني لو اهي ادي اول حاجه ماشي، ما بصش للجون خالص، ما هو مش عارف هو فين. خلي بالك بقى الفرود ممكن يعمل ايه. بعدين الخبطه زي ما كابتن زكريا قال، الخبطه اللي جت في رجل المدافع يعني هدتها شويه، هو لو استلم بس، لو بص لا لو بص، لو هو ما بصش على الجون كان يبص على الخطوط. ما هو في فرود بيلعب بالحاسه الخطوط زي عماد متعب. عماد متعب كان دايما يجيب الاجوان، وفي نادي الزمالك بالذات بالحاسه التهديف، بالحاسه التهديفيه. يعني دي كان لازم وليد ازارو يتقل عليها شويه، لو شاف الجون كان ممكن يحطها في الجون مره واحده. اهي صعب قوي، يعني دي ده الملعب وده الاجواء بتاعه الفرصه الواحده. يعني النادي الاهلي عنده فرصتين النهارده، ناصر ماهر وعنده وليد ازارو، 2-0 النادي الاهلي. نادي الزمالك اقدر اقول لك يمكن حميد احداد يمكن واحده بس، لكن اقدر اقول ان احنا ضيعنا من ايدنا فوز. الفوز ده كان هيطلعك على الدوري، كنت نهيت الدوري على الاقل باسبوعين ثلاثه، ولكن كده الدوري ان شاء الله النادي الاهلي ياخده، بس هياخده على اخر يعني على اخر فتره، تمام، اخر اسبوع اتنين. تامر برضو قبل بس ما اتكلم على النواحي الفنيه في المباراه، انا دايما بيشغلني الاوقات والتوقيت، بمعنى ان المباراه محدد ليها من زمان، والنوه معروف ان هي جايه امتى، يوم كام ولا لا؟
يعني انا عارف يعني انت الاسكندراني ما هو لا مش اسكندراني اصل دي على مصر كلها مش اسكندريه بس فكره جيده جدا طبعا لكن انا دلوقتي مش عارف بقى هل اتحاد كره القدم ولا ضيق الوقت ولا ايه انا مش عارف برضو لان انا في الموضوع وانا جاي لقيت قريت تصريح للحاج عامر حسين بيقول ان النوه مش ده توقيتها فان هي تيجي في وقت زي ده فهي دي حاجه طارئه او حاجه مفاجاه النوه خلصت ديسمبر يناير حتى فبراير كمان لا احنا في اخر مارس بقى لنا اسبوع 10 ايام ان المباراه هتقام يوم السبت 30 مارس او احنا عارفين من زمان هذا الموضوع عارفين ان النوه في نوه يوم 30 مارس ما اعرفش بقى هل يمكن عشان تم تحديد التصريح ده للحاج عامر حسين لانه الحقيقه توقيت سيء ان تظهر المباراه بهذا الشكل وجهه نظري انا شايفها مباراه سيئه جدا الفرقتين انا خليني اتكلم عن الاهلي انا شايف ان الاهلي افضل من كده بمراحل كثيره جدا 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 النهارده لو الملعب جيد والامور جيده الملعب بسبب الامطار يعني اعتقد ان احنا كنا هنشوف النادي الاهلي في ليفل تاني خالص خصوصا بناء على الشواهد اللي قبل كده يا تامر والكلام اللي دايما كنت انت بتقوله ان هو المباريات الاخيره تحديدا نادي الاهلي بيعمل اجوال او بيجيب اجوال جميله جدا جدا ليه لان الملعب كان بيساعد وكذا وكذا فما بالك في مباراه بقى الزمالك والمساحات بتبقى زي ما كابتن عادل قال وكابتن زكريا قالوا ان المساحات دايما في مباريات الزمالك والاهلي بتبقى مساحات موجوده للاعيبه سواء هنا او هنا وبالتالي كنا ممكن نشوف مباراه افضل من كده ولكن انا ما اعرفش هل هو سوء الحظ هل هي مطر بقى نزل فجأة زي ما الحاج عامر حسين معرفش أنا مش عارف الحقيقة طيب هو في نقطتين يا كابتن إسلام طبعا احنا كلنا أجمعنا والمشاهد حتى أجمع من قبل ما احنا نطلع على الهواء إن دي مش أجواء يتلعب فيها مباراة كرة قدم خالص أرض الملعب عطلت وأثرت على الأداء الجمالي للفريقين عاملين المطر واللي لعبتك مش واخدة عليه طيب تقبلنا المطر بس ألعب بقى على أرض كويسة يعني في مدربين بيحبوا يرشوا الارض الملعب ميه عشان يبقى مظبوط علشان تبقى الكره اسرع حمام سباحه طيب هي الدنيا مظبوط عشان تبقى الكره اسرع طيب الكلام ده لو الارض كويسه فما بالك بقى اتمطر وارض مش كويسه لا هو عموما في الاسبوعين الاخر كان انا احييك على انت الفكره اللي انت قلتها يا كابتن اسلام لانها فكره جيده جدا ان انت ده في اجهزه فنيه وانديه بيبقى متواجد واحد للاجواء بس واحد يقول لك الساعه كام بيبقى الرياح بتبقى عامله ازاي واحنا دلوقتي نقدر ان احنا نعملها ففكره جيده منك ان كان ممكن يتغير المدينه نفسها غيرها معلش يعني بغض النظر عن اي حاجه انت ممكن تودي طلبه بدون جمهور ممكن تروح تلعب في ملعب اصغر عادي يعني ما فيهوش مدرجات كتير لانك انت هتلعب يعني ودي الجونه ودي حته ما يكونش فيها مطر لكن فكره جيده منك ان المفترض ان احنا عشان ننجح اليوم لازم نشوف أيوة لأن ده يوم ان احنا مش يوم من المفترض ان الناس كلها بتستنى المباراه دي والناس كلها مستنيه وانت يا كابتن اسلام مش بتحط اليوم ده من اول السنه يعني لو انت حطه من اول السنه ما في دوريات لو اتحط من شهر تقريبا دوريات عربيه او لا من زمان الحقيقه من يناير يا كابتن اسلام في دوريات عربيه بتاخد الجدول بتاعك من اول السنه اللي اخر مباراه ممكن كانت تصادف دي لكن انا بكلمك انت بتتكلم في نقطه يعني جميله جدا انا احييك عليها ان ازاي لو انت عارف ان في نوه يوم 30 لازم تغير المدينه ما تاجلش المباراه غير المدينه هيلعب في اي حته ثانيه يعني كان من الممكن حتى لو الموضوع من بدري عشان هيقول لك احنا حاطين الماتش من بدري يا تامر ممكن كان يتم تغيير المكان يعني ما كانش فيه مشكله او انا ما اعرفش بقى من الناحيه الامنيه الحقيقه هل كان من الممكن ان نغير المكان ولا لا لكن او اضمن لي ارض ملعب كويسه يا كابتن اسلام ما تروحش تختار الملعب في النوه اللي الملعب اللي الاتحاد الافريقي اصلا بعت لك زي لفت نظر ان ارضيه الملعب وحشه ولا يصلح ان فرقه الاهلي تلعب فيها في دوري ابطال افريقيا وان الزمالك يلعب فيها في الكونفدراليه فانت يعني اخترت ارض ماشي مقبول هلعب يا سيدي تحت مطره بس اديني ارض كويسه بس انا حاسس النهارده يا كابتن اسلام ان اللعيبه كل معظم اللعيبه خايفه تطلع مصابه وتتحرم من الامم الافريقيه توانسه بقى مغاربه مصريين كله خايف يتصاب في الامم الافريقيه شفناش الحقيقه اداء احنا يعني احنا تحس ان احنا يعني كنا نفسنا نشوف اداء افضل من كده خصوصا ان احنا عارفين يا كابتن زكريا ان الـ النادي الاهلي مستوى افضل من كده بكتير جدا عايز اقف عند الفرق ما بين الاداء الجماعي والاداء الفردي الاداء الجماعي مش كويس الاداء الفردي لبعض اللعيبه او لكتير من اللعيبه لما تيجي تشوف وظايف كل اللعيبه تلاقيه بيأدي ما تقدرش تقول محمد هاني ايمن اشرف سعد سمير
أدوا أداء وحش ما تقدرش تقول عليهم وحشين إذا دفاعيا كانوا كويسين. إنما أقف عند علي معلول ما أداش الأداء الهجومي المطلوب منه. ليه؟ أهو ده السؤال بقى. هل ما هو هنا بقى بنقف عند هل نصرتي مش طالب منه يزيد كتير؟ أنا شفت في كده. أنا مش فاكر له غير عرضية واحدة شفتها. ويمكن الهجمة دي أنا شايف إن دي أحسن هجمة للنادي الأهلي. ما جاتش جول جت انتهت بتسديدة السولية. لكن هتلاقي الأهلي في الدقيقة 59 عمل مجموعة تمريرات من الشمال للنص لليمين لجيرالدو لو نقدر نشوفها. جيرالدو فات وعملها بالعرض اتردد بعد كده للسولية شاط. دي هجمة تحس إن النادي الأهلي هنا فيه أداء جماعي. ده ما اتكررش كتير. ما شفناهوش كتير. شفنا أوفر بيتلعب مروان بيحاول يجيبها بالإيد. إنما مش هجمة فيها الأداء الجماعي، فيها بناء هجمة، فيها تحويل لعب من الشمال لليمين، فيها تمرير متقن، فيها تحرك من غير كورة. ده كان قليل قوي، ما شفناهوش كتير على النادي ده. إنما تقدر تقول ما تقدرش تقول حسام عاشور وحش، لا أدى، وخصوصا إن هو جاي من غياب طويل. السولية هي كابتن مع حضرتك دي دقيقة 59 هي قبل ما توصل لجيرالدو ويفوت انتهت هجمة كويسة. حوالي 9 أو 10 تمريرات من الشمال لغاية اليمين لغاية ما انتهت بالشكل ده. هنا جيرالدو كان لسه نازل فريش تغيير اوكي، جايز التوقيت ممكن يبقى بدري شوية. انما هنا رمضان اوكي كله بيشارك في الهجمة، حتى عدد اللعيبة 5 لعيبة جوه ال 18 عدد كويس قوي لهجمة منظمة. بس ده مش شفناهوش كتير. اللي تشوفه كتير انك تلاقي النادي الاهلي جوه ال 18 بيسدد كتير، كرات عرضية كتير، كرات ثابتة فيها خطورة. ده كان قليل جدا قليل جدا. اللعيبه بقى قلقانة من الملعب، اللعيبه خلي بالك المطر في الملعب مسبب تقل في الجري، احنا قاعدين بنتفرج انما جوه الملعب وانت عارف. يعني شفنا يا كابتن الحاجات دي كتير، معدل الجري بيقل، ما تقدرش طبعا تقاوم. ما انا بقوله مخزون الطاقه عندك ما تقدرش تقاوم بيه 90 دقيقه. انما لا زال النادي الاهلي كان لغايه الدقيقه 86 اللي قال عليها عادل في كره ازارو كان ممكن يجي جول. وبالتالي الجيم ما تقدرش تقول ان السيناريو بتاعه ان الاهلي بيقدر ان هو او لازم ان هو يكسب او كان ممكن. كان ممكن لان الزمالك ما عندوش دوافع للفوز خالص. بتيجي فرص بتيجي تسديدات بره ال 18 وكره واحده لاحداد اللي هي كان ممكن تبقى فرصه هدف. نعم تمام. كابتن عادل برضو يعني على الجانب الاخر نادي الزمالك النهارده ما شفناهوش بالمستوى اللي احنا متوقعينه في مباراه للقمه الدوري العام المصري. يعني طبعا الناس دلوقتي ايه يعني كل الناس بتكتب كاتبه ايه المقارنه ما بين مباراه القمه المصريه ومباراه القمه السعوديه مثلا امبارح والهلال. مباراه حلوه جدا في النقل وبتاع، لكن طبعا ظروف الطقس هي اللي الملعب. ما انا بقول لحضرتك ظروف الطقس هي اللي كانت فرقه ما بين هنا وهنا. بس يعني بس انا عايز اقول لك حاجه، انت التصميم بقى التصميم يعني كابتن زكريا اتكلم على دوافع، قال لك انه النادي الاهلي الدوافع عنده اكتر واعلى ان هو عايز يكسب، صح يا كابتن زكريا؟ فانا اللي شفته النهارده حتى لما انت بتلاقي اجواء صعبه شويه كان بيحصل حاجه مهمه قوي، انك بتقسم الاوقات على الثلاث تغييرات اللي عندك كويسين. ايوه يعني انا شفت انه كان لازم وليد ازارو ياخد وقت اكتر من كده كتير قوي. يعني وليد ازارو لعب فتره اقل من مروان ولكن كان اخطر على الاقل بالفرصه دي. ليه؟ لان وليد ازارو يمتلك السرعه والملعب ده ممكن يتخدع في اي لاعب. فممكن السرعه تديك فرصه اكبر من اللاعب المدافع. دي واحد. اتنين برضو اجاي يعني من اوحش المباريات اللي شفتها له، حتى الملعب وحش مش كويس، ولكن مش ده اجاي يعني. ده يمكن اي مدرب في الدنيا يتمنى ان يتواجد عنده واحد زي اجاي يخلص له مباراه، لانه بيعرف يخلص مباراه. اجاي ما كانش في يوم النهارده. ناصر ماهر انا كنت متخيل النهارده في اجواء الملعب ده هيبقى كويس. ليه؟ عشان عنده خفيه حركه. ممكن يعمل الترن والسبيد ترن كويس، وممكن يقف على الكوره، وممكن يخرج اللعيب خارج يلعب يشتغل عكسي معاه، ولكن برضو الاداء ما كانش كويس. نادي الزمالك بقى في المقابل اولا المفتاح الاولاني انتهى فرجان الساسي من الملعب واتمسك شويه. دي واحد. اثنين عنده الاطراف عندهم سرعات، ولكن النهارده عندهم تحفظ غير عادي اللي هو عبد الله
جمعه صحيح. وحازم ما هجموش. ده بيأكد انا ما شفتش الدوافع الزمالك انه مش عايز يكسب. انا ما شفتش ان هم هاجموا. يمكن انا كنت مع كابتن اسلام كنا بنتكلم على الثلاثه الفلات بتوع النادي الاهلي لما بيطلعوا. لا نادي الزمالك النهارده لما بيهاجم كان بيهاجم بيبقى اربعه واثنين في وسط الملعب ما بيهاجموش. فرجاني ما هاجمش خالص صحيح. يعني اللي انا كنت بشوفه ان فرجاني بيبقى تحت حتى جون بيراميدز اللي جابه كل ده بيبقى صحيح. تحت ال 18 عشان الكره الثانيه اللي هي لما تجيله هيلعبها لكن ما اشتغلهاش. فكان عندك فرصه جيده انت مسكت نادي الزمالك في اول ربع ساعه او ثلث ساعه عملت استحواذ كويس لعبت في وسط الملعب ولكن كان المباراه عايزه جون يفتح بس ولكن في الاخر هي الاجواء والملعب ادت ان ما كل اللعيبه ما طلعتش كل اللي عندها. تمام تامر برضو المشكله في اللي بيحصل او اللي احنا شايفينه في المباراه ان احنا كل جمهور الاهلي كان حاطط امل على هذه المباراه ان هو يحط رجل على القمه او يبقى في قمه الدوري العام المصري، ولكن طبعا اشياء كثيره جدا حصلت في هذه المباراه او ما قبل المباراه وفي اثناء المباراه. لكن خلينا مثلا نتكلم على اجاي وناصر ماهر ورمضان صبحي ومروان محسن. الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي شفتها ازاي النهارده؟ الناحيه الهجوميه طبعا في الاهلي اتاثرت كتير جدا بارض الملعب لان الاهلي في الفتره الاخيره واحنا كنا هنا على مدار الاستوديوهات كلها في المباريات الاهلي الاخيره كنا بنتكلم بنشرح ان افضل نجاحات لمارتن لاسارتي اللمسه الواحده والتحرك من غير كوره واستشهدنا بجول بتروجيت الثاني اللي كان فيه لمسه 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 واتلعبت لجيرالدو في العمق الهجومي ريحها بالكعب لمروان ومروان جاي مره واحده حاططها على شمال المرمى. ف اللمسه الواحده والتحرك من غير كوره اتحسن كتير جدا عند لعيب النادي الاهلي تحت قياده مارتن لاسارتي. النهارده ما شفتش الكلام ده لان ارض الملعب لا تسمح ان انت تلعب من لمسه واحده ولا تسمح لك للتحرك لان كله خايف اسلام زي ما بقول لك وانت بتتحرك بتبقى بحساب خايف رجلك تتزحلق يجي لك ضمه يعني تتفسخ بلغه الكوره خايف يحصل لك ترن رجلك تتزحلق تتصاب يجي لك اربطه. طبعا كل الكلام ده مأثر على الناحيه الهجوميه ومع ذلك النادي الاهلي مضيع فرص خطر ما تضيعش. مثلا عندك ضربه الراس اللي في الدقيقه 6 وحوالي 5 ثواني ضربه الراس بتاعه مروان اللي من وجهه نظري لازم يعني احنا في قناه النادي الاهلي بس انا ما بعرفش اجامل في الكوره فرود منتخب مصر الكروس زي ده لازم جول في الدقيقه 6 وحوالي كام ثانيه قطع القامل بعيد والكوره معموله لازم تطلع تركب الكوره وتحطها على شمال على الارض على شمال جنش. انت فرود منتخب مصر يعني انت افضل فرود في الدوري المصري المفروض وجهه نظري في ماتش زي ده وهو ده اللي بنقول عليه المهاجم اللي هي واحده بيجيبها جول ده المهاجم. انت زي ما بقول لك الناحيه الثانيه لو لا مش دي هي لك انا متاكد ان الكروس كان معمول لا 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 مش دي مش دي اصلا انا شاكك كلمه على الاول بالظبط يا كابتن بالظبط برافو عليك كابتن زكريا في الدقيقه 6 وحاجه وخمس ثواني او 7 ثواني حاجه كده مش دي انا الكروس كان بالظبط يا كابتن عادل الكروس كان من ناحيه اليمين وهو قاطع على القايم البعيد وحطها حتى ناحيه اليمين ايا كان على بال ما سمير يعرضها. وجهه نظر الاهلي اتكلمنا عن النواحي الهجوميه عند النادي الاهلي ما قدرش يعمل الشغل الهجومي بتاعه بسبب ارض الملعب لكن الاهلي نجح بنجاح باهر من وجهه نظري في النواحي الدفاعيه. اخطر فرصتين للزمالك جم من ضربات ثابته في الشوط الاول الكروس اللي اتعمل بيلف لجوه فاتت من تحت رجل مروان فاتت من تحت رجل سعد حتى كمان الشناوي كان هيمسكها وبعدين فاتت من تحت رجله وبعدين لحقها قبل ما توصل على خط المرمى اللي كهربا مسك فيها الشبكه من جوه. والكرة الثانية اللي في الشوط الثاني الضربة الركنية اللي اتلعبت على القايم القريب واتلمست راحت لأحداد والشبكة فاضية حطها فوق. يعني إذا الزمالك ضيع ما بنقولش ما ضيعش بس ضيع من ضربات ثابتة. ليه؟ لأن الحالات الدفاعية الأهلي نجح فيها وهي اللي اتكلمنا عليه قبل المباراة الحد من خطورة فرجاني ساسي ولو افندم كهربا وكهربا مظبوط في حالات لو سمير مجهزها الحد من خطورة فرجاني ساسي الضغط باستمرار عليه زي ما قلنا بلعيب واثنين كمان وبالتحديد كمان زي ما توقعنا كابتن اسلام عمرو السلية هو اول واحد بيروح لفرجاني ساسي مظبوط وفي حالات كتير لو سمير مجهزها لما تجهزها هنبتدي فيها. كابتن زكريا مش عارف لكن هل من وجهة نظرك ان جمهور الاهلي فرق كتير في هذه المباراة؟
كان اول كلامي جمهور الاهلي. لا معلش تعالى لنا سمير دي ادي العرض. لا دي ضربه الراس اعتقد بتاعت مروان لانها كانت من هنا. هو انا عايز اقف عند استخلاص. يعني النادي الاهلي كان متميز قوي ان هو بيستخلص بسرعه، ودي كانت ميزه كبيره انك بتضغط بلعيب واثنين وتجيب الكوره بسرعه في اقرب منطقه. ده كان كويس قوي انك تلحق تعمل هجمه مرتده. في سؤالك عن الجمهور مؤكد، يعني انا دايما بقول عليه هو الوسيله والهدف. هو الوسيله لان هو الوقود بتاع النادي الاهلي. من قبل ما بتنزل تسخن الجمهور بيلعب في المدرج، شفنا في شباب بيلعب قبليك، يعني بيغني قبليك لغايه ما الحكم بيصفر. هو الجمهور بيلعب معك، وبالتالي هو الوسيله لانه هو الوقود، وهو الهدف لان على مدار الاجيال الاهلي بيلعب لجمهوره عشان يسعد جمهوره. وبالتالي طبعا فرق كتير، لان في اوقات اللعيب بيطلع الفايتنج سبيريت من تشجيع الجمهور. فعشان كده ليه النادي الاهلي في ماتشات كتير قوي بيفضل يلعب لغايه اخر دقيقه لو في جمهور، علشان جمهوره وراه. فاينل الكونفدراليه جمهور وراك لغايه ما متعب جاب جول. وبالتالي دي حته ناقصه. يعني لو بتتكلم على الملعب وكنت متخوف من الحكم، بتتكلم على الظروف العامه المطر، ايضا بتتكلم على ظروف النادي الاهلي. مش عايز اقول ان في لعيبه الاحسن عشان بتلعب لاول مره علشان تخاف من الجمهور، لا بالعكس. ده حتى لو لعيب بيلعب لاول مره الجمهور بيديله دافع ايجابي. طبعا ما ما فرقوا كتير، طبعا فقد كتير جزء من اداء النادي الاهلي هو الجمهور بتاعه. الجمهور بدليل مباراه شبيبه الثوره الحقيقه، امثله كتير، امثله كتير الجمهور فيها. اللي كانوا موجودين الحقيقه فرقوا كتير جدا مع الباقي. كابتن عادل، عايز برضه اسال حضرتك عن النهارده حسين الشحات ما لعبش. من وجهه نظرك لماذا لم يلعب حسين الشحات؟ في الملعب برضه. لانه يعني المفترض ان شوف في عندنا مدربين. انت موافق يا تامر طبعا انت؟ طبعا أوكي. طبعا الـ 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 المدربين الاجانب دايما بيتخدوا في حاجتين. فاول ما حتى تلاقي ادائهم في افريقيا في البدايه ما بيبقاش كويس. ليه؟ علشان مثلا لما يجي يلعب بره ما بيعملش نتيجه ايجابيه. المدرب الاجنبي اللي بيجي النادي الاهلي او بيجي النادي الزمالك طيب. اول مبارياتهم في افريقيا لانه مش واخد على الاجواء، مش عارف ان الملعب وحش. بس في حاجه لازم نقولها واسجلها من هنا. انا كنت مدرب جوه الدوري المصري. مش معنى ان احنا عمالين نقول ارض الملعب، استاد برج العرب من افضل الاستادات اللي شفتها في حياتي. دي واحد. لكن احنا ارهقناه كتير. مظبوط. احنا كنا بنلعب عليه سموحه. خد بالك حضرتك، هو اتعمل عليه الاسبوعين اللي فاتوا صيانه كويسه جدا، ولكن المطره يعني امبارح والنهارده مطره. اللي انا عايز اقوله علشان الناس تفهم ان الامر مش من المسؤولين بتوع نادي برج العرب ولا حاجه، لانه هم بالعكس دول انقذوا مباريات كتير قوي في الدوري ولعبوا. يعني انا لدرجه ان الاسماعيلي اتنقل له مباراه من اسماعيليه اتلعب في برج العرب. عشان لازم الناس تعرف انه كان بيتلعب مباريات كتير كتير، انقذ كتير قوي من للكره المصريه استاد برج العرب، عشان محدش يظلم الاستاد. لكن ارجع واقول لك يا كابتن اسلام، المباراة النهاردة تحس ان هي يعني عايز اقول لك ايه، عارف حاجة انت مستنيها عيد مثلا وما طلعش بكرة، انت فاهم يعني؟ بالظبط كده. يعني اللي هو ايه اللي هو لما كنا بنقول العيد بكرة العيد بكرة، وبعدين نقعد نستنى يقول لك لا العيد بعد بكرة، ونجيب اللبس الجديد ونقعد ونجيب الترمس ونستنى لا يعني. وبعدين الناس دمها خفيف، قالت لك الحمد لله ان محدش غرق في المباراة النهاردة. يعني الناس قعدت طبعا كوميكس ليه؟ لانه اتخدعنا خداع كبير. لكن برضو ما زلت بقول ان لو الملعب وحش الروح القتاليه ما كانش موجوده. حضرتك مصمم على الروح القتاليه؟ انا مصمم، لان ده مباراه قمه يعني. يعني انا بقول ان الفرصه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انه يدوس شويه، لو كان ده شويه كان ممكن يكسب المباراه. لو كان في اعتنى بالكور اللي هي بكره ناصر ماهر، واعتنى بكره وليد ازارو، لان فرصتك انك انت كان عندي امل ان النادي الاهلي النهارده يخلص المباراه وياخد 3 بونت يطلع على قمة الدوري، علشان أنا عارف السيناريو اللي بعد كده. لو النادي الأهلي كان طلع على قمة الدوري كان الدوري انتهى قبليه بثلاث أسابيع. مش في 12 مباراة قبل 11 مباراة، كان النادي الأهلي خلص ثلاث أربع أسابيع على الأقل. لأني أنا بتكلم على فيما بعد.
انت لما بتلعب فرقه اللي هي بتنافسك وعارف شخصيتها كان لازم تشتغل عليها. حتى النهارده الضغط عليه في اول تلت ساعه في الملعب قدام نادي الزمالك رغم ان الملعب ما كانش كويس انت برضو كنت متصيد المباراه لانك كان عندك عزيمه وروح. انا مش عارف مره واحده نزلت شويه كانت لما تنزل شويه كان بين الشوطين افتكر ان ريسارتي كان لازم يعمل تغييره وتغييره سريعه تعدل شويه من 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 كم الجري بالحته الاماميه للمهاجمين. تامر على الجانب الاخر الزمالك النهارده يعني تغييرات كريستيان جروس النهارده كانت فيها بعض بالنسبه للناس كلها فيها علامات استفهام. يعني هو خرج زيزو وهو كان واحد من افضل اللاعبين في نادي الزمالك خلال الفتره اللي لعب فيها، فتفتكر ليه؟ التغييرات الاثنين المدربين مش غير مرضيه بالنسبه لي بصراحه. عندي تحفظات عليها كتير جدا. طبعا اولها بالنسبه لكريستيان جروس اختار زيزو اللي هو كان انشط واحد وجهه نظري افضل توقيت للزمالك اول 10 دقائق في الشوط الثاني. مظبوط الزمالك لعب كره في تحرك من غير كره، زيزو بدا يتحرك كويس جدا في المسافه اللي ما بين علي معلول وما بين ايمن اشرف في اكتر من كوره، عمل واحده تحرك من غير كوره كان على الطرف عند خط الاوت لعبها في العمق وبعدين اتحرك وجري لجوه واتلعبت له ضرب مصيده التسلل. غير كده في نفس الاطار تغييرات النادي الاهلي بالنسبه لي وجهه نظري كان ناصر ماهر رغم ان هو ما اداش مباراه جيده لكن وجهه نظري ما كانش يطلع ولا كان الاول ان هو يطلع اجايه. بعد كده مارتن لاسارتي حس ان الاهلي بيفتقد للعيب رقم 10 رمضان في الطرف الشمال ولما نزل جيرالدو طبعا في الطرف اليمين حس ان الاهلي بيفتقد للعيب رقم 10 اما عالج ما اخطا فيه واما نزل صالح جمعه ما حسيتش ان التغييرات عملت نتيجه كبيره في الفريق. برضه هرجع للارض، الارض ليها كان ليها عامل في التغييرات دي؟ موافق طبعا كابتن عادل واحنا بنتفرج على المباراه حسين الشحات. بص يا اسلام وجهه نظري اختيار جيرالدو سريع جدا. انت بتلعب على ان عبد الله جمعه بيعمل تاكلينج كتير وان جيرالدو ممكن واحده تتلعب في ظهره مثلا حد يتزحلق بسرعه تبدا تروح تعمل خطوره، لكن هتشتغل على الاستحواذ، استحواذ ازاي وارض الملعب لا تسمح ان انت تستحوذ على الكوره وتلعب الكوره بتاعتك، وحسين الشحات محتاج ارض ملعب كويسه عشان تلعب كوره وتقدر تستحوذ على الكوره وده مش ما ساعدش ارض الملعب ما ساعدتش على الكلام ده. مختلف قوي بس عايز اقف عند توقيتات التغييرات في اللعيب مين اللي يطلع امتى ودي كانت نقطه مهمه قوي. يعني انت لما نزلت جيرالدو مكان ناصر ماهر اضطريت اجاييه هو اللي يلعب بالدور ده رقم 10 مش كده؟ رقم 10 من 57 ل 2 ل 73 لغايه لما سوري لغايه اجاييه لغايه 82 انت ما شفتش الحته الفرق ده. ولما جيت تفكر ان صالح جمعه ينزل كانت في الدقيقه 82، فاذا التوقيت بتاعت التغييرات اوكي التغييرات ممكن تكون منطقيه بس توقيتاتها مين يخرج امتى دي كانت فرق في شويه في الاداء. لكن حقف حته طول ما الاداء الجماعي مش جيد ما تقدرش تطلب من لعيب في التغيير انه يحسم طبعا خالص طبعًا. الا اذا في كوره زي فرصه زي ازار صح. انما طول ما الاداء الجماعي انت مش شايفه كمجموعه في منظومه هجوميه واضحه جدا وبالتالي بتقدر تنزل لعيب فريش في حته معينه اوكي هيبان اداؤه، انما الاداء الفردي ما اقدرش اطلبه من كل اللي نزلوا خصوصا صالح جمعه نزل في الدقيقه 82 يعني تتكلم في 10 دقائق ما تقدرش تقيم ده. ازارو بتفق مع عادل انه ينزل بدري، يعني اذا هنا انا واقف عند توقيتات التغييرات مش الاسماء قد ما التغييرات مش الاسماء لا التوقيتات هي اللي كان ممكن يحصل فيها تعديل شويه في حته زيزو طبعا تغيير زيزو الكابتن تامر اتكلم عليه. انا يمكن قلت لك كابتن اسلام قبل اول الاستوديو قلت لك ان جروس نمطي يعني مهما حصل وكان افضل واحد في الملعب هيخرج زيزو ان هو بيحب الاستقرار، يعني هو عنده صبر على لعبته. يعني ممكن تكون انت ماشي وحش في المباراه ولكن لاعب اساسي ولعبت معايا كتير وانا مقتنع بيك قوي زي اوباما مثلا، هو مقتنع باوباما قوي ما يطلعش على يعني كان عنده لعيب اسمه المجهوي في الاهلي كان زي اوباما كده ما بيطلعوش من الملعب خالص انت فاهم، حتى لو كان اوحش واحد في الملعب وواحد بيبقى لعيب كويس قوي ونزل بس هو مش حاطه من ضمن المنظومه بتاعته. عارف ليه هو بيفكر في ايه؟ جروس انه
احيانا بيحط اللعيب في بروازه. بمعنى ايه؟ زيزو ممكن يعمل حاجه كويسه ويشتغل كويس وكده، لكن هيقعده الماتش الجاي لو هو اللي هيقعد. انت فاهمني يا كابتن؟ بس النهارده ابراهيم حسن بره القايمه. هو تمام. حتى ابراهيم حسن لما اشتغل شويه ما تحسش انه بقى اساسي خالص. هو جروس عنده لعيبه اساسيين معينين نمط فيهم، علشان كده تغييره لزيزو ما كانش المستوى، او ما بيبصش على مستوى اللاعب. هو انا بغير الهاب او الجناح الايمن. هو هو كده، هو كده يعني، هو متخيل ان عنده كذا لاعب في الملعب ما يقدرش يجي جنبهم خالص، ما يخرجهمش. وانت ممكن تكون شغال كويس، لكن من عادته انه ممكن يخرجك، لانه هو بيرقموا اللعيبه. الاجانب دايما بيرقموا اللعيبه من 1 لـ10 في جوه الملعب، رقم 11 اللي يلعب يبقى اساسي. حتى لو بكره ومانويل جوزيه كان مش كده بقى، مانويل كان عنده جرأه ثانيه، مانويل مدرب قماشه ثانيه خالص، ولكن مانويل جوزيه كان ممكن يغير راس حربه باللاعب رقم 11 مع بكراي. يعني بيغير راس حربه ممكن يغير 7 أماكن جوه الملعب علشان ينزل لعيب كويس ولعيب متميز. ولكن طيب طبعا واحنا مع حضراتكم دلوقتي، فريق النادي الاهلي بيصل الى فندق المباراه او ما بعد المباراه، طبعا هيرجعوا الفندق واعتقد هيلموا حاجات، ولا النهارده هيباتوا هناك كمان، لان هيباتوا ممكن لازم يعمل استشفاء في الوقت الحالي. لازم يشتغل، يبدا ويشتغلوا على الاستشفاء، لان الملعب ما ينفعش اللعيبه تقعد اكتر من 2 أو 3 ساعات من غير استشفاء في الوقت الحالي، لان الجهد كان كبير علشان يخلصوه من التعب. لان المباريات القادمه يعني كل بقى المباريات القادمه هتبقى اصعب واصعب، والملعب بتاع النهارده والمجهود وده ما يجيبش ان ممكن اللعيبه تقعد اكتر من 3 أو 4 ساعات من غير استشفاء. لازم على الاقل 2 ساعة ويشتغل استشفاء. لو الحالات المفترض انه يشتغل على طول استشفاء. تمام. لو الحالات بتاعه الكابتن تامر جاهزه، سمير لو سمحت جاهز، طب حطها لنا يعني قبل ما نعرض بس الحالات. معلش يا كابتن اسلام، عاوز برضو اعلق واضيف على النقطه على كلام كابتن عادل واكد عليه. طب ده واحده من نجاحات زيزو كمان في المباراه، القضاء على علي معلول. بالظبط، انت ما حسيتش بعلي معلول زي ما كابتن زكريا قال لك، انا ما شفتش علي معلول غير في واحده عرضيه طول التسعين دقيقه، والمصر كلها عارفه ان واحد من مفاتيح اللعب عند الهجوميه. ما اعتقدش ان ده تكنيك كابتن زكريا، لان بس انا نجحت في النقطه دي. ما اعتقدش ان ده تكنيك مارتن لاسارتي ان هو يعمل كده. تامر برضو يعني بس انا نجحت يا اسلام، ان انا ما خليتش الباك اللي بيلعب عليا انه يزيد ويعمل زياده عدديه على حازم امام، فانا نجحت فيها. يعني انا قمت بواجب دفاعي وقمت بواجب هجومي. يعني الكره الوحيده حتى اللي مع سمير في الشوط الاول للزمالك برضو عن طريق زيزو اللي في الشوط الاول، اللي كانت عند بوز ال 18 في الطرف اليمين ودخل لجوه وسدد بشمال. صحيح طلعت وحشه ومش اشول وفيها سنه انانيه، لكن هو اللي عامل ازعاج، هو اللي بيلعب الكره الغير تقليديه. ف دي الحالات صح؟ الحالات. طيب هي طبعا الاهلي هنا كان بيضغط باستمرار، عاوز بس في الحالات اللي كانت بقى. بس هنا بس هقف هنا، بص كام واحد. لا هقف هنا يا سمير، بص كام واحد جاي يضغط على فرجاني. في سعد سمير، لان الكره كانت اساس ضربه ثابته، وهاني لسه هقول لك، ومحمد هاني الاقرب على طول لازم يضغط، لان هتلاقي حسام طالما سعد سمير قدام لازم تلاقي حسام عاشور ثابت ورا، لانه قصير ملوش في الطويل والحاجات دي، فهو اللي بيجيد النواحي الدفاعيه في الحاله اللي زي دي. همشي بقى بيها لقدام، هتلاقي بعد كده الكره حتى لما هتطلع بعد كده مش هتعمل فيه اي خطوره، زي ما قلت لك حسام عاشور هو اللي ثابت ورا، لان كانت اساس الكره دي ضربه ثابته. نعم. همشي يا سمير، خلاص عادي همشي. اعرض اعرض الصوره. ماشي اتفضل يلا. وبالتالي خلاص الكره الاهلي استحوذ عليها. في حاله ثانيه اللي في الدقيقه 8 على فكره، ده كان من اول 3 دقائق الاهلي فرض رقابه على على فرجاني ساسي. يعني في حاله في الدقيقه 53 وكده. بس خلينا نقول ان قبل ما نروح الحاله الثانيه، ولو الحاله الثانيه جاهزه حطها لنا، هي مش فرض رقابه ولكنها ازاي بوقفه، لان انا برضو اصلا مصمم، لان الناس بتقول لك احنا هيمسك مان. لا هي مش مان، وحضرتك طبعا شرحت. عايز ارجع بس معلش ثانيه واحده يا سمير معلش، وهي هناك عند حازم. لا معلش عاوز ارجع لها تاني. بص عمرو السوليه رايح لمين؟ ارجع كمان يا سمير، كمان بعد اذنك كمان طلع عمرو السوليه بره الكادر خالص. بص هو فرجاني ساسي بيحاول يخلق لنفسه مساحه، حتى هيدخل الدايره هنا هيتحرك في ظهر ناصر اهو. بص عمرو السوليه اول ما يحس ان حازم كان ممكن يسلمه، عمرو السوليه هيروح يضغط عليه. صح. بص بقى عنده مساحه وهو بيطلب الكوره فرجاني. بص بيطلب الكوره. بص عمرو السوليه رايح له. ايهما اقرب يمسك عمرو السوليه؟ بالظبط. بص يا كابتن عادل، في برضه حسام عاشور راح له 3 أو 4 مرات. بص يا كابتن عادل، عمرو السوليه مصمم يكمل. بص مكمل معاه، مكمل معاه، مكمل معاه. خلي بالك. بص ثانيه واحده،
الكره ما لهاش اي خطوره، الواحده طويله من عبد الغني سهله جدا على المدافعين. لازم يكمل يا تامر، لازم يكمل. طيب معلش يا جماعه عشان معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في ملعب المباراه، خلينا نروح نشوف كابتن عبد الحفيظ مع او امام الفندق، شوف كابتن عبد الحفيظ هيقول لنا يعني هذه المباراه مع كريم احمد مراسلنا من امام فندق المباراه. كابتن شاطر برحب بيك من جديد وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. كنا بنتمنى طبعا تحقيق الثلاث نقاط، لكن الظروف المناخيه والامطار وطبعا المشهد الكبير اللي كل الناس شافته ارضيه الملعب الخاصه ببرج العرب، يعني مش بنقول اعذار، لكن ارضيه الملعب لو كانت سليمه الامر كان هيكون مختلف بشكل كبير من الحماس والجديه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، انا كابتن سيد هقول لك برضه، لكن ان انا عارف النادي الاهلي هو هدفه هو الثلاث نقاط وكنا مركزين بشكل كبير واستعدينا بشكل كبير، لكن عايز اتكلم على ارضيه الملعب. يمكن كان ليك فيديوهات يمكن على القناه طبعا النقله بتبص على ارضيه الملعب بتمشي على ارضيه الملعب، لكن الامر زاد جدا خلال الشوط الاول اخره والشوط الثاني. تقييمك بشكل عام للمباراه وارضيه الملعب عايز اتكلم عليها يا كابتن. الحمد لله طبعا يمكن من مكاسب اللقاء النهارده ان ما فيش حد اتعور الحمد لله رب العالمين هنا او هنا يعني، لكن بالتاكيد يمكن المناخ الامطار الجو اثرت على ارضيه الملعب وبالتالي اثرت على اللعيبه في بعض الكرات، حتى في كرتين لعب واحدة لعمرو السولية واحدة لأوجاييه، عمرو السولية اتزحلق كانت خطر جدا علينا، في واحدة لأوجاييه اتزحلق كانت برضو خطر جدا علينا، لكن الحمد لله على كل شيء. يمكن كنا نتمنى ان احنا نكسب النهارده نعتلي صدارة الدوري، لكن في النهاية الدوري غير الكاس، يعني الدوري في اوقات كده بتيجي في المشوار او في الموسم بتبقى عايز تطلع بأحسن النتائج او اقل الخسائر زي ما بيقول. يعني الاجواء النهارده مش في صالحنا طبعا، حاله الجو او سوء الاحوال الجويه اللي اثر بالتاكيد على الملعب، ودايما في عرف الكوره الاجواء اللي بتبقى خارج الامور الفنيه زي الجو، زي جو بقى مطر رطوبه حراره ارضيه ملعب سيئه حكم، يعني اعتقد ان الامور كلها اللي بتبقى بالشكل ده بتبقى مش في صالح الاكثر فنيا او الاحسن فنيا. يعني حكم اللقاء عشان ابقى امين معاك انا مش هتكلم عليه، لان هو الحقيقه النهارده مش يعني كويس جدا. انا من وجهه نظري حتى لو في كروت اتخذت عند على النادي الاهلي 90% مش عايز اجزم كلها يعني، لان في واحده ممكن اكون شاكك فيها، لكن الباقي كله صحيح 100% يعني. لو بتكلم كمان على المستر مارتن، حذر اللعيبه ازاي من ارضيه الملعب، لان كنا بنتمنى الهدف اكيد مع الثلاث نقاط هو عدم الاصابات. اتكلمتوا مع اللعيبه ازاي بين شوطين كمان مهمه قوي يا كابتن؟ اتكلم على اللي فات بقى خلاص، لان هي مباراه الزمالك مباراه فاتت، يعني اعتقد ان اللي جاي احسن في التفكير. انت عندك مباراه الاتحاد ما اعرفش هتلعب بقى بالشكل ده بالمناخ اللي احنا شايفينه ده بنتعامل معاه، بكره وبعده هيبقى في امطار بالشكل ده ولا لا هنتكلم. هو مش ملعبي ولا ماتشي طبعا، لكن مش عارف الاجواء هتمشي ازاي او القرار هيبقى ايه. كمان نقطه مهمه عايزين نتكلم عليها، مباراه الاتحاد ومنها سفر مباشره الى صن داونز وتجهيزات كالعاده كابتن سيد منك مع السفاره هناك ومع كل الامور، حطينا في اجواء مباراه الاتحاد ومدى الاستعداد ومنها لمباراه صن داونز. بص مباراه الاتحاد مهمه جدا، انا في رايي الشخصي هي اهم مباراه في الدوري في الوقت الحالي او حتى في الفتره اللي جايه، لانها مهمه جدا. هنستمر في الضغط على المنافسين بتوعنا، هنستمر في التواجد بشكل قريب جدا 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 لحد ما نروح لمكانتنا. فيما يخص مباراه صن داونز، صن داونز فكر احترافي اشبه بالفكر الاوروبي، باعتين واحد النهارده يتفرج على اللقاء من الجهاز الفني من ارضيه الملعب، فانت بتتكلم على عقليه مختلفه عن اللي انت بتقابلها او بتشارك في افريقيا فيها يعني. فمعرفش هو دخل ولا لا، اعتقد ان هو طالب مني الدخول، لكن انا مش في ايديا يعني، مش قراري، ده كان قرار الامن يعني، او حتى لو في ايديا مش دخل. لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء، يعني مباراه انتهت بحلوها وبمرها، خلينا نستعد بقى للي جاي ان شاء الله. البرنامج التدريبي انا عارف ان يمكن خلاص اللعيبه دلوقتي خلاص فندق الاقامه، البرنامج التدريبي حتى يوم المباراه مباراه الاتحاد احنا متواجدين وفريق النادي الاهلي متواجد في النادي الاهلي في فندق الاقامه كابتن. ان شاء الله بكره هنتمرن هنا وبعد بكره هنتمرن هنا، وان شاء الله يوم الثلاثاء هنشوف هنلعب فين بقى. اخيرا كلمه لكل اللعيبه على الاداء المميز، كنا بنتمنى ان احنا نحقق النتيجه كابتن سيد، لكن تقول ايه للعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه ومنها للمباراه القادمه؟ طبعا خلاص احنا في مشوارنا في طريقنا، عارفين كويس قوي هنفصل كويس جدا جدا من المباراه واحداثها، وهنبص على مباراه الاتحاد السكندري، عندنا اسبوع في منتهى الاهميه وغايه الاهميه، خلينا ننسى المباراه بكل ما فيها، حتى لا قدر الله لو كنا خسرنا برضو كنا هننساها يعني. الحمد لله على كل شيء، هنستعد للي جاي، ودايما زي ما انا قلت لك مباراه او مرحله الدوري دي او الدوري عامه بيتاخد على مراحل، في اوقات ما بتبقاش في صالحك وفي اوقات بتبقى لصالحك، هنستغل كل حاجه لصالحنا ان شاء الرحمن. لكن اتمنى ان يبقى في حاجه في مباراه الاتحاد السكندري حاجه افضل واحسن ان شاء الله. شكرا.
كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن اسلام، زي ما اكدنا وقلنا كنا بنعمل بتحقيق الثلاث نقاط، لكن الظروف كانت صعبه جدا. احنا انت متواجدين في فندق الاقامه وفي ملعب المباراه المتواجد، الامر مختلف بشكل كبير. يمكن الناس بتشاهد عبر التلفزيون، لكن الامر صعب جدا بالنسبه لي، تطبيق تكتيك، تطبيق جمل تكتيكيه في بعض اللعيبه تابعناها بشكل كبير. يعني الامر كان على الفريقين، لكن خلاص زي ما اكد الكابتن سيد المباراه القادمه لها تركيز كبير وخلاص غلق الصفحه بشكل تام. مباراه الزمالك واستعداد خاص لمباراه الاتحاد القادمه، ومنها الى مباراه سان داونز معتقل تاني خالص ايضا في البطوله الافريقيه، وهدف واكيد هدف كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. لكن خطوه خطوه، والفصل مطلوب ومهم جدا، وبيتميز النادي الاهلي بالفصل في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام، لعيبه النادي الاهلي مباشره في مغطس الثلج كالعاده عقب كل مباراه، بيكون فيها حمل تدريبي كبير جدا او فيها حمل او اداء قوي للاعبين، بيكون في مغطس ثلج للاعبين تجنبا للارهاق. ريكفري كالعاده من الجهاز الطبي والجهاز المعاون لمستر مارتن لاسارتي. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي خلال المرحله القادمه يستعيد قوه من جديد. الحمد لله ما فيش اصابات، خرجت المباراه بسلام للنادي الاهلي، وده كان اهم شيء زي ما اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ. الامور الحمد لله كابتن اسلام في فندق الاقامه، لعيبه النادي الاهلي خلاص هتفر المرحله اللي جايه، والخطوه اللي جايه باذن الله يكون فوز لمباراه الاتحاد، لان هتكون دفعه معنويه كبيره جدا لمباراه سان داونز. انا برجع لك كابتن اسلام، ولو في استفسار اتفضل. انا بشكرك جدا يا كريم. لا شكرا، انا بشكرك جدا، لانه من الواضح طبعا والكل اجمع على ان عفوا ارضيه الملعب لها دور كبير جدا في عدم تطبيق الكثير والكثير من الجمل التكتيكيه والحاجات اللي احنا كنا شايفينها خلال المباريات. انا بشكرك جدا يا كريم على هذه المداخلات. لو تقدر تجيب لنا حد من الناحيه الفنيه كابتن سيد، يوم 3 ابريل دي مهمه جدا، لان خلاص الدوري في الوقت الحالي عندك 2 ابريل هنلعب يوم 3 2 ابريل يعني ده لازم اول حاجه تتعمل اكيد، يعني انه يفكروا انه لو فضل الاجواء بالشكل ده يبقى لازم يغيروا ارضيه، يعني يروحوا ملعب اخر او يتاجل المباراه لو يوم ولا يومين. اعتقد ان تاجيل المباراه هيبقى شيء صعب جدا، لكن من الممكن جدا انت في المباراه انت ممكن تلعب في الماكس. وانا عايز اسالك سؤال يا كابتن اسلام، هو الدوري بيتعمل علشان يكمل لمجرد اكتماله وعلى الناحيه الفنيه؟ لا انت كده حضرتك، انا فاهم، انا عايز ولا انت هي كده يعني انا احنا لو هنتكلم في كده، لا احنا ممكن نقعد 18 ساعه نقعد نتكلم في لا انا قصدي ايه، لكن هي في النهايه حقوق يجب ان يتم تكمله الدوري باي طريقه. أنا هي حقوق قبل اي شيء طبعا، لكن انا بكلمك في ايه، دايما احسن ما عندنا بنقدمه، انت فاهمني؟ واحسن ما عندنا في كره القدم في مصر ايه؟ الاهلي وزمالك، كان لازم نقدمه بشكل احسن. هو ده رأيك. هو ده بس. لا برافو عليك يا كابتن، صح، يعني دي كلمه جميله جدا. احنا احسن ما عندنا في كره القدم هو الاهلي والزمالك، وبالتالي كان يجب ان تظهر المباراه. ليه بنجلد الذات؟ يجب ان كان يجب ان تظهر المباراه بشكل افضل من كده. امبارح الهلال مع النصر مباراه قويه جدا، فنيه عاليه قوي، لان اجواءها جيده جدا. سيبك من الجمهور، انا مع اني انا مع الامن ان هو اللي يقرر في اي وقت، لكن انا الاهم عندي اني انا اقول ان عندي كره كويسه، اقول ان عندي فرقتين هايلين، والاهلي والزمالك ده اقوى ديربي المفترض عربي، لكن بالشكل ده الديربي بيفقد مصداقيته، بعد كده تسويقه هيبقى صعب، بعد كده سمعته هتبقى صعب. مش عايزين يتاخد من عندنا، كفايه انه يتاخد ان احسن دوري الدوري السعودي في الوقت الحالي، مش عايز كمان يتاخد احسن ديربي، كان ديربي اهلي وزمالك ديربي الارض في الوطن العربي. تمام. تامر، لو نقدر نكمل الحالات قبل بس ما اروح لكابتن زكريا، لو نقدر ناخد حاله او حالتين جاهزين يا سمير، ولا او اتفضل يا تامر. الحالات اللي بعد كده هي استكمال اصابه اجاي. طيب، هي ال هو جاي باعتراضات ولا جاي؟ هو احنا بس عاوزين الحالات يا سمير اللي كنا اديناها لك، حالات الضغط باستمرار على فرجاني ساسي، هي الكوره كده في رجل لعيبه النادي الاهلي. فاحنا عاوزين بس الحالات اللي هي بتاعت الضغط على فرجاني ساسي، اول لما الزمالك بيستلم الكوره دي بتاعت مروان محسن تقريبا اللي انت كنت طالبها.
لا مش دي برضو مش دي برضو التانية بدماغه. لا التانية بدماغه محمد هاني عملها عالية كده أو ناصر ماهر أعتقد عملها عالية كده ومروان حطها هي من أول هنا تبدأ تقول من أول هنا بص هيبقى فيه برضو تصميم على الرقابه لو رجعت هتلاقي ان فرجاني ساسي هو اللي لعب الكره دي غلط والاهلي استخلصها عند قوس ال 18 لا مش هرجع لها من اول كل ده سامي يعني هرجع لها باول لما الزمالك قطع الكوره بص هتلاقي ان فرجاني ساسي هو اللي لما اول لما داس على الكوره هتلاقي ان في ضغط على ده طارق حامد فرجاني ساسي هو اللي طالع من جوه عند جوه قوس ال 18 بص مين اللي راح له رمضان وفي وشه عمرو السليه عمرو السليه قطع وتريحت اعتقد مين ناصر ماهر عشان صفرة. يشوت ناصر ماهر عشان يشوت ناصر مسدد ناصر ماهر فاذا كان في حرص ان انا باستمرار الكوره ما تطلعش صح من رجل فرجاني ساسي في الحته دي اللي كنا بنتكلم عليه في قبل المباراه الحاله اللي بعد كده لو هي جاهزه معاه طيب هنرجع تاني للحاله الاخرى كابتن زكريا برضو عايز اسال حضرتك عن المواجهات القادمه للنادي الاهلي يعني انا عمال ابص على المواجهات القادمه هي مواجهات صعبه جدا وفي اوقات قريبه جدا من بعض يعني النادي الاهلي هيلاعب الاتحاد المباراه القادمه يوم الثلاث وبعد كده بعديها بثلاث اربع ايام هيلاعب هنقول لحضراتكم التوقيتات دلوقتي ولكن كل يومين ثلاثه مباراه سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه وخلي بال حضرتك البطوله الافريقيه نوك اوت يعني هتلعب ماتشين فدي بالتالي بتبقى اسمها ان انت يعني مش دوري مجموعات يعني طيب هنقف عند حته مهمه قوي خاصه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي ده قدره وعارفين ان انت بتخش اي بطوله المركز الاول فما فيش غير ان انت تستحمل، غير ان انت تضحي، غير ان انت تحافظ على لياقتك البدنيه والذهنيه كلعيبه، ان انت تذاكر المنافس قوي كجهاز فني، كل الماتشات صعبه، كل الماتشات يا اما بتنافس مع فرق زي الزمالك بيراميدز الاسماعيلي جاي يا اما فرق عايزه تهرب من الهبوط فبالتالي هتلعبك الجزء الثالث من الفرق اللي لا بينافس ولا بيصارع على الهبوط بيلعب الاهلي بالظبط فبرضه بالنسبه له البطوله بقى اعصاب هاديه لا وبيلعب النادي الاهلي واي فريق بيلعب النادي الاهلي انت عارف بيبقى عايز يحقق حاجه عايز يكسب عايز يعبر عن نفسه لعيب عايز يقاتل عشان يوري نفسه كل دي امور فبالتالي الـ 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 الاهلي بيتساوى مع الزمالك حتى في اسماء الفرق يعني الزمالك عنده اثنين اسماعيلي الاهلي عنده واحد الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض تاني بيراميدز موجود عند الاهلي وموجود عند الزمالك باقي الفرق تقريبا المصري موجود هنا وهنا سموحه موجود هنا وهنا وبالتالي في تقدر تقول الكفه تقريبا زي الزمالك يتبقى حاجتين نمره واحد نادي الاهلي ما يبصش للزمالك يبص للفرق بتاعته انه لازم يكسبها يبص لكل مباراه لغايه لما يلعب الزمالك لغايه تاني. لما يرجع يلعب عشان المواجهه المباشره هي اللي هتحسم نعم في حاله ما ان انت ماشي مظبوط اذا مرت الامور بشكل جيد على الطرفين فبالتالي انت كنادي اهلي عندك كل ماتش كاس لازم تكسبه وفي نفس المشوار بتاعك عندك افريقيا لازم تكمل نفس المشوار والاهلي شاطر في ده انه بيقفل الملف يعني ملف ماتش النهارده اتقفل وسيد قال كده كابتن سيد قال كده بالظبط فهتناقش تناقش اخطاء تناقش حالات انما خلاص انت بتخش الاستشفى زي ما عادل قال وبتقعد في اسكندريه عشان تستنى الماتش اللي جاي لازم تقعد مش هينفع ترجع وترجع تاني الهاق. طبعا وده منطقي انك تكمل المعسكر لغايه ماتش الاتحاد تفتح ملف الاتحاد على طول تقفل الاتحاد تروح على افريقيا هو ده قدر الاهلي طالما انت نادي بتلعب على البطوله ومسؤول عن ان انت تسعد جماهيرك المسؤوليه دي واضحه جدا عند الجهاز الفني عند الاداره عند اللعيبه فبالتالي لا مجال مفيش تهاون مفيش غير ان انت تضحي غير ان انت تستحمل الجزء المهم قوي قوي جوه النادي الاهلي هو انكار الذات محدش يقول انا خالص لازم تقول للنادي الاهلي اولا ما فكرش في نفسي خالص لا فكر بقى في اجازه ولا فكر في حاجه شخصيه بفكر ان عندي مهمه لازم اتحدى بيها لان هي دي قيمه النادي الاهلي ان الصعوبات والتحديات بتحولها لانجازات وبطولات هو ده النادي الاهلي اللي لازم اللعيبه تبقى فاهمه ده وبالتالي حضرتك متخيل ان ده ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه ولا شايف ان ده هيبقى اجهاد زياده عن اللزوم لا الاستشفاء مش بس ان انت جسمك لا الاستشفاء كمان لجهازك العصبي ايوه الاستشفاء أيوة للتغذيه ايوه الاستشفاء للسوائل اللي انت بتعوض بيها للنوم بدري فهي الاستشفاء للنوم والراحه مش نوم بس صح وكمان صح فترات الراحه هو ده الاستشفاء الكامل اللي المدرب
او الجهاز الفني بيقوم بحاجه، بس في دور تاني عند اللعيبه هو اللي بيعمل استشفاء شخصي لنفسه، وبالتالي ودي بتبان من المسؤوليه. هو ده اللي انا عايز اوصله ليه طبعا. دي المسؤوليه بقى، ان انت ازاي تبقى مسؤول عن نفسك ومسؤول على التيم اللي المفروض في تحدي، في هدف معين لازم احققه في ايدي احققه. الهدف مش بعيد، انت بينك نقطتين مع الاول وانت تاني، وهيلاعب فرق تقريبا انت هتلاعبها، وانت الكيرف بتاعك طالع. يعني ما اقدرش اقول الماتشات اللي فاتت النهارده الكيرف نزل، لا انت محافظ على الكيرف بتاعك. وده كان سؤالي اللي جاي بقى، هل انت شايف ان الاهلي، يعني الناس شايفه ان الاهلي النهارده كان ممكن افضل من كده بكتير، فاحنا عايزين نقول للناس ان لا يا جماعه، او شوف حضرتك يعني وجهه لا نظرك. يعني انا يعني بنكتسب لعيبه كمان، بتكتسب طبعا، وخصوصا ان انت كنت قلقان قوي مين اللي هيلعب جنب السوليه، لا عاشور موجود ويقدم فما فيش مشكله. لو كنت قلقان ان عاشور تعب كنت هتلاقي فتحي هينزل يقدم. فاذا انت ما بقاش عندك مشاكل في مراكز ممكن تقلقك. ايمن اشرف وسعد سمير ادوا اداء جيد، ما كانش فيه مشكله. بالعكس ده واخدين كل الكرات العاليه تقريبا من لا خلف. والناس لازم تفهم ان اللاعب لازم يخطئ في ال 90 دقيقه. مش ممكن العب بدون اخطاء، والا ما تبقاش فيه كره قدم. جزء من كره القدم تفوق المهاجم، وايضا في جزء خاص باخطاء المدافعين وحراس المرمى. فبالتالي الفريق اللي بيأدي كويس هو الاقل اخطاء. مظبوط. والاهلي ما كانش عنده اخطاء تقدر تقلقك، واحنا قاعدين مش قلقانين، ما كناش قلقانين على النادي الاهلي يخش في جون. ما حدش قال ان الاهلي ممكن معرض انه يتغلب النهارده خالص. انت مستني الاهلي يكسب بالزبط. بس دوسوا شويه، اقرصوا على نفسكم شويه، دي اللي ما كانتش موجوده. كابتن عادل، هل احنا ممكن نحاسب الجهاز الفني واللاعبين بعد المباراه في ظل الاجواء اللي بتحوط بهذه او بتحوط؟ لا خالص، انت اجل بقى كل حاجه. يعني انت خلاص انت خرجت من المباراه، اعداد نفس المباراه الثانيه، اول ما الحكم بيصفر انت كجهاز فني انك بتفكر بقى في مباراه الاتحاد. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه انك انت ما تعاتبهمش في اجواء غير، يعني عايز اقول لك غير عاديه، يعني غير عاديه بالنسبه لنا على الاقل، بالنسبه لنا يعني بالنسبه للملعب، بالنسبه للمطر والجو بالشكل ده والميه دي، انا ما اقدرش ان انا اتكلم معاهم. وبعدين حتى احنا مش من عادتنا كنادي الاهلي، ما حدش بيقدر ان هو لا انا كمدرب يعني او كمدير فني، وانا مثلا اقول ايه مثلا، يعني اقول ان النهارده محمد، لا بلاش اسم من اللاعبين، اسلام الشاطر النهارده ما كانش كويس فقعدوا الماتش الجاي ولاعب عادل عبد الرحمن مثلا يعني. ولا الماتش ده مش هحاسب عليه حد لانه الاجواء، فاهم قصدي؟ فهمتك بس هو اصلا كابينه يعني بنفسه يعني. لا انا عايز اقول لك حاجه، هو اكيد يعني في الوقت الحالي المباريات المتتاليه اللي ورا بعض، عندك مباراه كده كده في روتيشن صح، لازم ليه وبالاخص انك انت، انا قلت لك ان النادي الاهلي مر باصعب ظروف عدت عليه من 15 سنه الدور الاول، الفتره الاولانيه. الحاجه الثانيه عمل صفقات هايله جدا، يعني عمل شغل يعني كان خارج الملعب الشغل السنه دي اكتر من جوه الملعب. انك انت في يناير انك تستقطب اللعيبه او تجيب اللعيبه او اللي هي تقصد ان عندك بدائل، يعني عندك بدائل كتير قوي. انت عندك ناس على النهارده دكه النادي الاهلي لعيبه اساسيه كلها. يعني دكه النادي الاهلي كلها لعيبه منتخب مصر، يعني انت بتتكلم في ياسر ابراهيم جيراردو، بتتكلم في صالح جمعه، بتتكلم في حسين الشحات، بتتكلم في ازارو، كلهم منتخب. وبعدين كلهم انت تديهم وانت مغمض. النهارده حسام عاشور، انا يمكن قبل المباراه يا كابتن اسلام قلت لك ان انا مش خايف على حسام عاشور، ما خافش عليه لانه لعيب خبره عنده فكر عالي. حسين الشحات يقدر يكسبك مباراه لوحده، عندك ازارو يكسبك مباراه، جيراردو يكسبك مباراه. يعني انت ده غير ال 11 اللي في الملعب، لا كمان. وده غير كمان اللي بره خالص، ده في ناس كتير، يعني في حمودي عندك، وفي وليد سليمان، وفي وليد سليمان لما يرجع ان شاء الله، احمد فتحي لما يرجع، حمدي فتحي او حمدي فتحي كمان، لا واحمد فتحي كمان حاجه كبيره قوي لوحده. يعني احمد فتحي رجوعه للنادي الاهلي في المباراه القادمه على كريم كمان صحيح. لا واحمد فتحي رجوعه للنادي الاهلي بيحرر لك واحد زي كمان محمد هاني، بيحرره لك ممكن يلعب سيرد باك. فانا عاوز اقول لك ان النادي الاهلي عنده فرصه كبيره قوي ان شاء الله في المباريات دي. انا ما بخافش عليه ان شاء الله، لو تلعب كل 48 ساعه مباراه ما اقدرش اخاف على النادي الاهلي، لانه ممكن يغير 11 لاعب ب 11 لاعب.
تامر انت سألت سؤال مهم قوي لعادل اسلام خاص بتقييم الجهاز الفني للعيبه. يعني بيني وبين نفسي يعني لا ده هو يعني. الاهم ان انا بقعد مع الجهاز الفني نعمل تقييم لقراراتنا، هل كل قراراتنا كانت سليمه؟ هل طريقه اللعب كانت مناسبه؟ وده مش غلط على فكره، لا طبعا، ان انا اقيم نفسي هل انا تعاملت مع لا انا بتكلم عشان اتدرج بسرعه، هل انا بدي كل لعيب في مكانه بيديني اقصى قدرات؟ هل رمضان ناحيه اليمين بيديني 70%؟ طب ناحيه الشمال بيديني 90%؟ هل بعد كده العبه شمال؟ ده اللي انت ممكن تقول ان انا اقيم اللعيبه ومش غلط، واقيم الاداء بتاعهم، لان ممكن اكون انا قررت بس ظلمت حد، ممكن طبعا، يبقى انا هتدارك ده بدل قبل ما انا اجي اقعد مع اللعيبه واقول لهم انتوا عملتوا كان المفروض طب استنى شويه كده خد خطوه لورا يا تامر وشوف هل انا كنت فعلا لما فكرت العب رمضان ناحيه اليمين هل ده كان القرار السليم ولا اخد من رمضان ناحيه الشمال؟ هل الشويه اللي لعبت فيهم اجاي رقم 10 قدامي ولا ما قدامي؟ انا لما جيت عملت بس التغيير الاجواء دي يا كابتن زكريا تخلي الجهاز الفني يفكر غلط يعني. لا إيه؟ مش قصدي لازم يبعد عن التقييم خالص. لا 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 التقييم ده مهم، يبعد عنه خالص في مباراه زي دي، مش عشان اصلح، عشان ابقى عارف وانا ماشي بكررها تاني ولا لا. لا انا عايز اقول لك حاجه، الافضل في الاجواء الصعبه انك ما تقيمش فرقتك، عارف ليه؟ لانك انت ممكن يكون واحد مشي 3 4 مباريات كويس قوي وكان بيأدي اداء متميز زي اجاييه، النهارده انا لو قيمته مش هلعبه الماتش الجاي. لا انا مش بقيم اجاييه، لا انا مش بتكلم على واحد، انا بقيم، انا بكلمك بعيد اوراقي، لا انا بكلمك هو بيقيم، هو كابتن زكريا قصده انه بيقيم قراراته هو. ايوه ان انا اخد هو ده اللي انا بقوله، ان انا اخد قراري. أيوة حتى القرار يا كابتن، حتى قراره هو لما يجي، انا مثلا لعبت رمضان صبح ناحيه اليمين، الفكره دي النهارده ده مثال على فكره، آه مثال. انا اديته يعني، انا لعبت النهارده رمضان صبح ناحيه اليمين، رمضان صبح ادى اداء متميز قوي وهو في الناحيه الشمال يبقى افضل، هل ان انا طول الوقت العبه ناحيه اليمين؟ طب ما انا ممكن اخسر لاعب كويس في ناحيه اليمين. توظيف يعني التوظيف يعني ازاي يعرف يوظف لازم يبعد عن التقييم في المباريات الصعبه اللي زي دي، في الاجواء الصعبه اللي زي دي لازم يبعد عن التقييم، لانه لو قيم وقال في اخطاء، يعني في لاعب ممكن يكون ماشي 4 5 مباريات جيد جدا، ممكن اقيمه النهارده وحش ما لعبوش الماتش الجاي، فعلشان كده دايما بيقفل ويقيم بعد ماتش الاتحاد. ليه؟ ممكن يقيم الزمالك والاتحاد مع بعض الاثنين، او تبقى وقت التقييم دي مدارس بقى. بس هنا في الحته دي يا عادل في حته برضو، انت بتلاعب فريق بقدرات تانية، ما انت ممكن تخلي رمضان يلعب الماتش الجاي ناحيه اليمين، مش غلط. يبقى انا مش هقيم. لا ما هو ده انا باكد القرار، هو جزء من التقييم. لا ما هو على فكره قرارات. مش معنى كلام اللي كابتن يعني زكريا بيقوله ان يعني رمضان وحش ناحيه اليمين. بالظبط. لا بالنسبه له ممكن فاهم. يكون لا انا فاهم بالعكس، ده انا ممكن في مراجعتي للقرار أشوف نجح. ده هيلعب على حد اقل من عبد الله في ناحيه شمال في الاتحاد، طب ما انا اخليه في الحته دي. يبقى مثلا انا باكد يعني قراري، وده جزء من التقييم، ان مش تقييم اني اعدل القرارات، لا في قرارات ممكن ااكدها، ده في جزء في التقييم. مظبوط. في قرارات ممكن اخد راي الجهاز الفني فيها. تمام. تامر برضه انا عايز اسالك، سنه اولى قمه مارتن لاسارتي وكريستين جروس، ايه رايك؟ يعني زي ما قلت كلامي مش هيتغير، في النواحي الدفاعيه الاهلي لعب جيم كويس جدا، في النواحي الهجوميه ما اقدرش اظلم. لا كمديرين كمديرين فنيين لا ما عجبونيش. ببني كلامي ده او رايي ده على التغييرات بتاعتهم. انت حسيت بتغييرات؟ انت حسيت ان في حاجه اتغيرت في الملعب؟ لا. انت حسيت؟ رد عليا، انا اللي بسالك بقى دلوقتي، هل انت حسيت بحاجه؟ لما اجي مكانك هقول. طب تعالى. لا ما حسيتش. يعني زيزو لما خرج حسيت باحداد؟ اللهم اني ضربه ثابته، ما تجيش تقول لي اصلا انا منزله عشان الضربه الثابته. لا. يعني هل عمل حاجه في الطرف اليمين مكان ما نزل مكان زيزو مثلا؟ خد انذار. يعني ما في. هل مثلا عمر السعيد لحقت تعمل بيه حاجه؟ هل اشتغلت على الاطراف؟ عمر السعيد اقوى سلاح عنده الارتقاء وضربات الراس، هل شغلته؟ هل بلغه الكوره كده غزيته بالكرات العرضيه؟ هل الاجواء كانت تسمح لا ده انت كمان اسال على توقيت التغييرات، كمان التوقيت بالنسبه لجروس، لو انت بتتكلم على جروس
تغييرين في توقيتات ايه في 93 ينزل يطلع ابو طيب، لا ده طلع ابو طيب ولعب عبد السلام محمد عبد السلام ورا في الدقيقه 93. عشان كده كابتن زكريا يعني ما حسيتش حتى ليه. انا بسالك السؤال ده تامر، انا بسالك السؤال ده عشان نفس السؤال اللي انا كنت بساله بس بطريقه تانية. هل يمكن تقييم الاثنين مدربين في ظل هذه الاجواء، ولا احنا شايفين المباراه النهارده ما هم نجحوا؟ احنا كنا انت لسه كنت بتتكلم عن مثلا ان مارتن لاسارتي خلال الفتره اللي فاتت غير من اداء النادي الاهلي وخلاه يلعب لمسه واحده والاهداف اللي بتيجي، وشرحت ده على الوول على الشاشه. ولكن ونفس الكلام بالنسبه لجروس، زود الناحيه الهجوميه في نادي الزمالك ولكن الناحيه الدفاعيه فيها بعض المشاكل. لكن انا بتكلم، هل من الممكن ان احنا نحاسب الاثنين مدربين على ماتش زي ده في اجواء زي دي ولا لا؟ في جزء طبعا. ما انا اسلام مولانا كمدير فني انا شايف ان ارض الملعب لا ما تستحملش ان انا انزل لعيب يشتغل على الاستحواذ. وزي ما كابتن عادل قال لك، كان وليد ازارو كان محتاج ياخد وقت اطول لان سايب مروان. طيب انا بشتغل على مروان، هل انا برضو عملت المروان كرات عرضيه كتيره؟ لا، هي واحده وضيعها. طيب انا بشتغل على ايه؟ على ان الارض، انا شايف ان الارض الملعب ما يساعدش ان انا اشتغل كلاعب كره واستحواذ. والمباراه دي ممكن تخلص بخطا، واحد يتزحلق، واحد يسوء تقديره وهو بيشتت، تتزحلق تروح انفراد. وده اللي حصل مع وليد ازارو، تمريره صالح جمعه اخطا فيها محمد عبد الغني وهو بيشيلها نازله من تحت رجله، وقفت كانها انفراد نموذجي لوليد ازارو، عملها بالعرض اللي ورا، بالعرض اللي ورا يعتبر، ولا منها لجيرالدو اللي جاي من تحت ولا منها للي جاي من ورا. فاذا انا محتاج، انا كمدير فني لازم اشوف الماتش ده محتاج ايه. فممكن محتاج مثلا تمريره في ظهر المدافعين، حد هيتزحلق، يبقى محتاج زي ما كابتن عادل قال وليد ازارو، لان انا مش ما بستحوذ عشان اوصل مروان محسن بكرات عرضيه كتير. تمام، جزء طبعا منهم يتسال على لكن مش بنسبه، مش بالنسبه لا كلها، لا طبعا مش بالنسبه كلها. طيب خلينا نقول بعض تصريحات لمارتن لاسارتي قالها المدير الفني. قال ان المباراه كانت القمه، كانت متكافئه، وان الاهلي كان افضل في الشوط الاول، ولكن بشكل عام النتيجه عادله بالنظر الى ما حدث طوال اللقاء. اضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي ايضا والذي اعقب المباراه ان ارضيه الملعب لم تساعد اللاعبين، وكان هناك الكثير من الاخطاء خاصه في التمرير، مش الامطار. الامطار لم تكن مشكله، لم تكن مشكله. ايوه الارض هي المشكله، الارض، الامطار لم تكن مشكله، ولكن الارضيه هي اللي كانت سيئه واصبحت أسوأ مع مرور الوقت. مشددا على ان القرارات الفنيه كانت صعبه، وده اللي انا كنت بتكلم عليه حالا دلوقتي مع نعم، زي ما كنت بقول لك كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك كويس ان اللعيبه ما طلعتش مصابه، اللي قلت لك قبل ما هو يعمله بالزبط. وزي ما قلت لك ممكن العب تحت مطره، بس اديني ارض كويسه، ما تبقاش مطره وارض وحشه. ولكن كان من الطبيعي ان يشعر اللاعبون بالقلق، وده الكلام اللي حضرتك كنت بتقول واضح، وخوفا من الاخطاء، كما انها اثرت بشكل كبير على مردود زملائهم من اصحاب الاداء الفني العالي، اللي هو يقصد صحيح. واحد زي رمضان صبحي، واحد زي ناصر ماهر. قال من الصعب تحديد سبب تراجع الاداء الذي شاهده الشوط الثاني، ولكن في بعض الوقت كنا نرغب في الفوز، وهو ما سبب ضغطا على اللاعبين وادى لفقدان الكثير من التركيز. قال بقى عن التغييرات، قال ان المدير الفني قال ان جيراردو شارك للعب وراء الظهير الايسر بالزمالك واظهر خطوره، ولكن مدافع المنافس انقذ الموقف. كما تحدث لاسارتي عن بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباراه، لا يمكن استخدام كل اللاعبين. وهو قال معايا هنا الحقيقه، قال طب انا بلعب 11، ما ينفعش العب 12، لو ينفع العب ب 12 قول لي وانا هلاعب كل اللاعبين. وبالتالي هو قال نفس الكلام ده في المؤتمر الصحفي. قال ايضا لدينا مباراه مهمه امام الاتحاد السكندري ومن بعدها سان داونز في ربع النهائي، وسوف نقدم اداء قويا ونستمر في المنافسه وننتظر عوده حمدي فتحي ووليد سليمان، وسيكون لدينا فرصه للافضل. ايه رايك في الكلام ده كابتن زكريا؟ كلام منطقي، هو بيتكلم في واقع هو عاشه النهارده في الماتش. وحتى في سؤالك في تقييمهم، هم الاثنين مدربين ما اتغلبوش، تعادل. وبالتالي هتلاقي جروس مبسوط بالتعادل، ولاسارتي كان يتمنى الفوز. يعني النهارده واضح على لاسارتي انه عايز يكسب، كان واضح جدا، لكن ما كانش واضح على جروس انه عايز يكسب. فراضي بالتعادل، مبسوط بيه، ما عندوش مشكله معاه، انما كان يتمنى لاسارتي انه يفوز. الحته اللي قال عليها، ودي يمكن انا قلتها قبل الماتش، في ان بعض اللعيبه اصحاب القدرات الخاصه ما قدروش يطلع لهم اللي هو عنده، زي واحد على واحد، زي تسديد بتكنيك مظبوط، زي بتعمل جامب، لان حتى لو الارض وحشه يا عادل وانت تعرف ده،
مش هتقدر تعمل الجامب بطريقه كويسه لان طبعًا. الارض تقيله جدا طبعا، وكل ما اللعيبه بتجري في الملعب كل ما الارض بتسوق. كابتن هنكمل كلامنا، وبالتالي كان منطقي كلامه عشان عندنا مباشر من فندق الاقامه. نروح لكريم احمد ومعاه كابتن طارق سليبان مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. يا كابتن اسلام، كل مشاهديك ومتابعيك نجوم الاستوديو لتحليل جمهور النادي الاهلي، مباراه اكيد زي ما تابعناها انتهت بالتعادل، لكن كان عندنا امل كبير جدا نحصل على الثلاث نقاط، لكن زي ما اكدنا وكلمنا طبعا على المناخ والطقس وارضيه الملعب ظروف كثيره جدا. هنحاول طبعا كمان ان احنا نتكلم مع كابتن طارق سليمان في حراسه المرمى الحالات اللي جت للشناوي. كابتن طارق طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، يعني زي ما قلت للكابتن سيد قلت له هارد لك، لان احنا كان عندنا الهدف هو الثلاث نقاط، كل مباراه النادي الاهلي هدف هو الثلاث نقاط، لكن ظروف كانت عديده جدا، الامطار الشديده اثرت على الملعب. حطينا في الاجواء ان حراسه المرمى بالشكل اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب بتكون ليها تعليمات مكثفه منك كابتن طارق. والله طبعا في البدايه بقول الحمد لله رب العالمين على النتيجه، طبعا زعلانين طبعا ان احنا ما كسبناش النهارده، يعني كنا حاطين امل كبير ان احنا نكسب ونعتاد القمه، انما طبعا لسه بدري، لسه في 11 مباراه، في مباراه لسه مع الزمالك في الدور الثاني. كان ممكن الشوط الاول النهارده كنا ممكن نخلص في الشوط الاول، كان جات لنا فرص اكتر شويه وكنا مستحوذين وبنوصل، ما لهمش حاجه خالص الشوط الاولاني غير كرة واحدة بس كده اللي كانت فيها دربكة كده وصلت للشناوي، انما طبعا في النهاية بقول الحمد لله. يعني برضه الشوط الثاني هم ليهم يعني كان في الهجمات مرتدة علينا، كان بيبقى فيها خطورة جامدة جدا، بيبقى العدد حتى عددهم بيبقى زيادة، كان في بيبقى في زيادة هجومية في الناحية الهجومية، برضه في واحدة في الشوط الثاني في الآخر لوليد أزارو، انما زي ما أنت قلت يا كريم الملعب أثر علينا بشكل كبير. يعني دايما الفرقه بتبقى عايزه تكسب بتبقى محتاجه حاجات كتير تساعدها، منها طبعا الملعب ده اهم، ده عنصر مهم جدا جدا. النهارده الملعب ما كانش في صالحنا، اللعيبه كتير بتتزحلق، لعيبه كتير حتى في تفنيش الهجمه ما بنعرفش نوصل، ما بنعرفش ننقل في الحته اللي قدام دي، ما عايزه هدوء وعايزه تنقل الكوره للرجل لرجل عشان تقدر تسجل، فده ما كانش متوفر بشكل كبير. انما في النهايه بقول الحمد لله على النتيجه، ان احنا برضو فرق 2 بوند ده فرق مش كبير، انت عندك لسه مباراه مع المنافس، وفي لسه غير المباراه دي في 10 مباريات لينا و10 مباريات للزمالك، خد بالك في كمان بيراميدز الدنيا قريبه يعني، مش في المنافسه لسه بدري يعني، فان شاء الله احنا مركزين برضو في مشوارنا، وان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي بالنسبه لنا ان شاء الله افضل يعني ان شاء الله. الحالات اللي جت على الشناوي كان لازم يبقى في تعليمات في المطر، انا عايز اتكلم مع كابتن طارق، يعني حذر الشناوي من ايه في الامطار؟ كمان الجزء اللي قدام المرمى كان صعب جدا مع الامطار، عايزين ناخد تعليماتك كانت ايه للشناوي كابتن طارق؟ هو طبعا ما فيش شك ان احنا نزلنا الملعب بدري شويه، عملنا اختبار كتير بالنسبه للحاجات اللي بتعمل بند قدام السته يارده من جوه السته ومن بره السته، والحاجات العرضيه برضه هو خارج من في الحاجات العرضيه ممكن يبقى في زحلقه ممكن يتزحلق، فكان لابس طبعا السرز حديد، جزمه كانت كلها سرز حديد عشان برضه تقلل الزحلقه، انما في النهايه طبعا في الظروف اللي زي دي محتاجه تركيز عالي جدا 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 جدا، لان ممكن زي ما انت بتقول كده ممكن هو خارج ممكن يتزحلق. في كام واحده الحمد لله اتعامل معاها بشكل كويس قوي، في كره كام كره عرضيه اتعامل معاها بشكل كويس، في واحده كمان فاول في الاخر اللي شاط عبد الله جمعه اتعامل معاها بشكل كويس، فالحمد لله يعني الاختبارات كلها اللي جات له شايفه قدها بشكل كويس، انما طبعا الارض ما بتساعدش يعني، كنت قلقان جدا من انه يتزحلق بالذات في الحاجات اللي بتتشاط عليه، الحاجات العرضيه اللي بيطلع فيها الزحلقه دي انت برضه بيبقى بتبقى يعني ما تقدرش انت تلومه فيها يعني، طبعا يعني هو خارج الارض في اماكن في جوه ال 18 الاماكن اللي فيها نجيله ما فيش مشكله، في بعض الاماكن بيبقى فيها زي طينه كده، فالطينه دي تبقى قلقان جدا منها لان رجليك لو جت فيها تتزحلق يعني، انما الحمد لله ربنا ستر يعني الحمد لله. اتمنى ان شاء الله يعني اللي جاي بالنسبه لنا يبقى افضل، ولسه الدوري طويل يعني ان شاء الله. مباراه الاتحاد يمكن انتم متواجدين يا كابتن طارق لغايه مباراه الاتحاد، ومنها كمان سفر وفصل تام للبطوله الافريقيه ومباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا، اتكلم عن مباراه الاتحاد ومدى الجاهزيه، الشناوي يمكن في اي حاجه اشتكى منها، في اي كدمه اي حاجه عايزين نطمن عليه، وايضا كمان برنامج التدريب الكابتن طارق لحراسه المرمى حتى يوم المباراه. هو المشكله في مباراه الاتحاد ان المطره مستمره اليومين دول، يعني المطره بكره في مطره، وتقال ان طيب يعني الملعب ده كده على يوم الثلاث مش هيبقى جاهز بنسبه 100%، هيبقى برضه نفس الطريقه كده، وممكن يبقى اسوء كمان، فاتمنى طبعا يبقى في حلول يعني، اتمنى طبعا لو في يعني ملاعب ثانيه ملعب ثاني ان احنا نلعب عليه ما يبقاش فيها برضه الملعب بالشكل ده كده، يا اما بقى يعني ما اعرفش يبقى الحل ايه يعني، المهم ان احنا لو المطره مستمره كده كمان النهارده بكره وبعده هتيجي يوم المباراه هتبقى نفس الجو كده وممكن يبقى اسوء كمان،
فاتمنى طبعا يبقى في حل يعني، اتمنى كده يعني. مفيش بكره ان شاء الله الشناوي طبعا هيعمل ريكفري مع الناس اللي لعبت المباراه، وهيبقى في تمرين لعلي ومصطفى هم اللي معانا في المعسكر، اتمرن بشكل كويس برضو بالنسبه لهم عشان يبقوا جاهزين في للمباراه. الشناوي الحمد لله خارج من المباراه مفيش اي حاجه، الحمد لله تمام يعني، الانكل رجله كويس، العضله الضمه كويسه، مفيش اي حاجه، ما اشتكاش من اي حاجه الحمد لله يعني. شكرا كريم، شكرا. بنشكر اكيد كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق النادي الاهلي، اطمنا من خلاله يا كابتن اسلام على حاله الشناوي، لان الهم اكيد بعد المباراه بنطمن على الاصابات، حد اشتكى من حاجه؟ لا، الشناوي يمكن الحمد لله ما اشتكاش من الانكل، ما اشتكاش من اي كدمات تعرض ليها في المباراه. جاهزيه كمان علي لطفي ان شاء الله تكون جاهزيه موفقه جدا، تدريبات كتكون كالعاده غدا وبعد غد حتى يوم المباراه ان شاء الله. مباراه الاتحاد تكون انطلاقه جديده، النادي الاهلي يقدر يستعيد سلسله الانتصارات من جديد، ومنها ان شاء الله باذن الله للبطوله الافريقيه، الحلم كبير لجمهور النادي الاهلي. بناكد على وصول اللاعبين بيتناول وجبه العشاء في هذه اللحظات يا كابتن اسلام، الكل خلاص غلق الصفحه بشكل تام وبشكل كامل خلال المرحله القادمه ان شاء الله باذن الله تكون المرحله القادمه مرحله موفقه للنادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام، وخلال لحظات كمان ان شاء الله يكون معنا الكابتن محمد يوسف، كابتن سامي امصار، نتكلم معاهم فنيا كمان عن ظروف المباراه، التقييم العام للمباراه بشكل عام. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على هذه اللقاءات، وطبعا اتمنى ان يكون معنا كابتن محمد يوسف او سامي، كابتن سامي او مستر مارتن لاسارتي. اخيرا كابتن زكريا وكابتن عادل وكابتن تامر، قولوا لي مين تختاره كابتن في كنجم لهذه المباراه، واحد من الاهلي واحد من الزمالك يعني. بص انا هقف عند الاداء الدفاعي للنادي الاهلي، واقف عند هاني وايمن وسعد سمير، والارقام ممكن تبقى قريبه من بعض لادائهم الدفاعي، انما انا بشوف ان ايمن اشرف كان اداؤه جيد جدا، وكره مش يعني وكره معاه بيتصرف فيها كويس قوي، وهاني اهم ما يميز ايمن اشرف فعلا قوي قوي، ودي كمان في تطوير في ادائه، كان الاول من اول ما جه كان كرات كتير طويله، دلوقتي لا بيقف على الكوره بصدره وبيلعب وبيتحرك. فانا شايف ان ايمن اشرف اشوفه النهارده اداء جيد. الزمالك يعني مش هقف عند المهاجمين برضو، لان الاداء الهجومي للفريقين ما اقدرش اقف عند الاربعه اللي قدام، يعني اداء عادي نمطي جدا، انما اللي ممكن يكون عنده فاعليه شويه في معدل تحركاته هو احمد سيد زيزو، يعني كان فعال وكانت مفاجاه واحنا قاعدين ان هو يطلع ويتغير. فانا اشوف ان زيزو بالنسبه لنادي الزمالك هو الاقرب انه يكون احسن واحد فيهم يعني. كابتن عادل، اشوف ان في النادي الاهلي رمضان صبحي يمكن افضل، وكان الاكثر نشاطا في لعيبه النادي الاهلي، ما اخطاش كتير، وزيزو في نادي الزمالك، في النادي الزمالك هو برده من اللعيبه اللي اول مباراه لي اهلي وزمالك وعمل الاداء ده، اقدر اقول لك انه نجاح كبير قوي. تامر زي كابتن زكريا، ايمن اشرف وفي الاهلي وزيزو في نادي الزمالك، بس برضو عشان اديله حقه مظبوط، بس يعني يحسب برضو لحازم امام رغم ان هو بعيد عن الملعب بقاله فتره، لعب في حته قفل الحته دي بصراحه بخبرته، لسه بقاله عشرون نفس الكلام لكن ايمن اشرف وزيزو، ايمن اشرف وزيزو. اذا اختيار ضيوفنا النهارده لافضل لاعب في الاهلي هو ايمن اشرف، وافضل لاعب في نادي الزمالك هو احمد زيزو. كابتن زكريا شرفتني ونورتني، ونتمنى دايما نشوفك معانا، ده مكانك وبيتك، ويعني دايما شرف لي تكون حضرتك معانا، التوفيق دايما كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن زكريا. كابتن عادل شرفت ونورت، ونتمنى طبعا نشوفك دايما، لان ده طبعا مكانك وبيتك، ويشرفنا وجودك معانا. اكيد ربنا يخليك يا كابتن، وانا سعيد جدا ان انا كنت معاك كابتن اسلام وبيتي طبعا، ويمكن انا سعيد جدا ان قابلت معاك كابتن زكريا. حبيبي كابتن زكريا ما شفتوش من مده كبيره، دايما قناه النادي الاهلي بتجمع الحبايب. اشكرك يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا تامر على تحليلك الرائع النهارده، وبشكرك على صراحتك الدائمه الحقيقه، شكرا جزيلا يا كابتن اسلام، وكنت سعيد بوجودي مع كابتن زكريا وكابتن عادل. انا اللي بشكركم، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا كابتن زكريا، كابتن عادل، كابتن تامر. احنا لسه مكملين مع حضراتكم، عندنا فقرتين، فقره مع دكتور احمد ثابت هنتكلم عن اهم الارقام اللي حصلت النهارده او في مباراه اليوم سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك، وبعد كده هننهي ان شاء الله بفقره الكابتن سمير عثمان
عثمان يعني ما انا اعتقد ان الكابتن سمير عثمان النهارده ما عندوش حاجه يقولها، لان سبحان الله الحكم طلع واحد يمكن افضل حاجه في المباراه النهارده حكم المباراه. فهنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل دكتور احمد ثابت ونتكلم عن ارقام الفريقين في القمه 117 ما بعد المباراه.